ما انتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته، ليه عايزني من دلوقتي احكي لك رواياته. احنا في كل مناسبة في الذكرى السنوية بتاعتها في شهر 6 او في عيد ميلادها بنعمل قراية قرآن، كل واحد يقرأ جزء، وهو ده اللي بالنسبة لنا مش بيبقى احتفالية، لا بيبقى مقرأة كده في البيت عندنا. لا ده احنا اما كانت موجودة كان عيد ميلادها ده كان مهرجان بالنسبة لنا في البيت يعني. وبعدين هي من النوع اللي كانت مرحة قوي، فكانت اما تيجي عندنا ونعمل احنا نعمل عيد ميلاد عندنا مش عندها، احنا اللي بنعمل لها عيد ميلاد عندي في البيت، فكنا بنجتمع كلنا اخواتها وكلهم، هي مربيانا فاحنا بالنسبه لها صغيرين عنها لان هي ما خلفتش واعتبرتنا احنا اولادها، فهي اللي مربيانا، فعشان كده كنا نعمل لها اي احتفال في عيد ميلادها في أي مناسبة بتبقى على طول هي معانا في البيت، كل لبس الأفلام وكل حاجتها موجودة لحد دلوقتي. احنا عملنا مزيد علشان صدقة جارية على روحها في الـ ERT وتذاع على العالم كله، واتجمع 2 مليون جنيه ودول اتبرعنا بيهم، الفلوس كلها كانت على مستشفى سرطان الأطفال، 2 مليون على اساس ان هم يعملوا لها جزء باسمها في المستشفى، للاسف خدوا الفلوس وما عملوش حاجه للاسف، وده كان صدقه جاريه على روح. الكلام ده بعد ما توفت بمده صغيره، هي وهي عايشه على فكره اتبرعت بفستان برضو صدقه وهي موجوده، فستان فرح بتاع المتوحشه اتبرعت بيه هي، وتجمع فلوس في مزاد، وهي كانت هي اللي بعتها وهي برا على فكرة يعني، وهي عملت كده وهي موجودة وعايشة وكانت في لندن وتبرعت بفستان علشان مستشفى سرطان الأطفال برا. كانت دايما تقول لنا يعني محدش يتكلم على حد، محدش يجيب سيرة حد في غيابه، يعني النميمة ما بتحبهاش خالص، وان احنا نبقى مقتنعين باللي احنا فيه ونبقى راضيين بأي حاجة بوضعنا، يعني هي تحب كده ان احنا دي تربية ان احنا نبقى راضيين بأي حاجة اي عيشة اي حاجة ربنا يديها لنا نبقى راضيين بيها، منهم لله اللي قتلوها وربنا ينتقم منهم يا رب وحرمونا منها، والله يرحمها هي شهيدة.